هذا ودن بيسي عشان تبي شد عادي ومجال سيلة كده عادي بوفان دبي لواتا ولبات شير مدة ساعة جودي هي لبات شير صار نقطة يو بيشن هو بالكهر متكد عادي لانت مرادة ويدو كل ميديا هاد كار تاني هذا بمام مجال بابيسي يو ده هذا شو اللي بتاعي كهنه وين دول مردون هاد ولا لا صور كوا صور كم إذا جورجي ودر نايدة هو بابيين ودمام بقيس كي وكدل دمي سو إلكتريكي وتر رسمه وأنا عاشرة تين جدا سو جوري دب كي كتير بفاميل كي أو هردو كدل دمي لارس كي أمر الله هي إن لايت كي بحر لو دميو دبعت بده دمي دين وأنا قيس كي داو عكس سو جاري سو جود مرة سمين دونا سيلا هام كورين دون هدول رادو هبين ما دبش هو هيشان تي بشا سو جود دميو شجع بشا سجالات وقت كو دي هبين ما بيد دبالي كتي مدي حق وقوي بضة بدو حس عطي أفرت دقيقة أفرت كده دقيقة دب روب كو يرا وبيه ويراين إسم الجهاد كله هذا أنا قاعد تمدي ما دام يقولي عريشة أو بدين إن يقولي شيء إن قضي اللوحة طب إيش يهرم كجهة أو قاعدة طي جهاد كله يمكن بده شيء حي كلام أقول نسبة سجود مر كاب بقول يهال قريبة سامي كويرات وبقول هال قريبة أي سامي تيد قاعدي هقول درنا ذي لا تدبات سديت قريبة وبيو ماشك بحاي أنت كلامنا هذا علة شو جان سوليا ماله دار الله فلسطين ماله حد ماله وأنا عمله ذو كله وحاجة ولا قرنا يوم مركا تدق دقي إمرجنسي دومي وشجع على قفتي لا ما أنت نايح وش السعطة ويجي مهر يري قدرت حي قدرت يقود درنا عدي يقود درنا يدين لو قدر مدو حد يلا سمي مهر يكو إرتان قوبها مركا صعود المرنة تعبتي كم يدد برشة رايت كايو يلا أديك بحنتها برشة رايت كاسو قدومي نشجع بقول يهال قريب يدد كعالي جاي برشة عالي جاي تعبتي ويدمسي قريب هوجي ويحكوا لي حاجه مساجد ده ويتلو لو مساجد ايدنا اي جينقد سره قاداي مساجد عصبه دوان فرح لك قاداي مساجد هرو مثل جامعي مغالده اسغنا وي كقاداي ان جينقد بك قاداي دكسي هويغ سره اي بوردينكا حق هول هي اردو جيفسين بيد جينقد كقاداي غبيبا دكسي هو سدخه حق دمك سوران حق دمك كركي دونا اسغنا لو ميل دك ديمش قيبتي فيدينكا لو دغي يو فصلدي هرتو جينقد كقاداي غبيبا مدرسة القرآن كا وي وي دميسي وسيرة كلومين سكا قيام حفيسة بدن بي دوش كاي كفر كسر كا قاضي قدرنا نلعب سوق قرشي دكتور كي وينا مقالة سوق وارشي إما وارشي جاب كا يعني ماش خاب حقي بيقول كا إم سي إتش كي أو سكنا هذه ما نلا قبطة هرون تويد اللان كا استغنى سولر كيدو شسرة يتشين قدي بلفون كي لما بيسكنا وي حيالو بيسوق قرشي لو شقين كريم سلنجا إذا ماذا بدأ يروح واحد وإذا ما ده جريها بدنا على ما قالوا حلا قالا بالبلايا لو وين بالبلاو حن هيبت بالبلاي نهاد دار دوين دو ويان يدنا ويك قاضي قدر دو نوي دعوة ده بس هذا ما يدل في تجيه جريو كم ده جريه استاف وقالان يدنا كفرك قاضي واحد جري جريه كلو دول دوصلة دو شقارو وقالان إذا سلام بكيات ما لا هسوى جريه بالشيء ده رأيت كا يجوبه أدق بحين تي حفيس دول ده كم ده هاي دبته دو قاضي واقوان dad ku saatay inta samaydaan oo sawiranta ay badnaayeen horeyna qaar kooda inii la soo wadaagnay maadaan ku jeegado badnaayeen saasay dadku bacad ka u jeefaan waa sawir ka mid ah meelaha aan ka soo qaad qaadnay si randomly ah oo gurmad kaanu fidin habeenimadii iyo subaxnimada iyo daraartiiba dadka guriyaha ka qaxay ee ka tagay guriyo kale marti ku yihiin oo markii hore lama qasin galay iyaga laftigoodu waxay ay u guureen oo ay ku qaxayna magaalada inteeda kale waa kulayl oo guriga ma qaadi karo 7 qof ka badan iyaga laftigoodu baa ciilisada ku ay ugu waxay laftigoodu balbalayaal mala oo barandihii suuriga way qaaday maqsin maqsinkii ahay dhayba 3 qoys ee farfar qoys isku dul tagay si caala qalbul cuntada iyo xulow karsado xafadaha qaar kood hugay xidhanayeen weelkii wixii daarada u yaalay geeyba cilmi madow ka tagtay oo banaan iyaga laftigoodu daa gurmad xafadii jaar ku soo gurmadeen weel iyo waxayna siiyaan halkan waa dugsiga hoose dhexe barandaha hore gibi sab way qaaday fasalkaas ku dhitaan fasalka 8aadka isagana way la tagtay qaybta sawirkan hoosta waa qaybtii fiirinka ee cuntada lagu kariyay store-ka raashin ku yaalay ya timirti waxa ay ardaydu cunaan intuu ka fari ka qaaday buu xina ka qooyay qalabkii ma sheereen roobkii ba qooyay iyaguna saasay ayeen dibta soo gaadhay halka dhaqtarkii weynaa waa waarkii dhaqtarkii weyn kula sawirantay badan yihiin waarka waarkii xagga dambe ku yaalay jintaar soo aragtay ee jajabka lagu tala galay jingadii weeyo oo 2017 ee sagartii dhibaato uu keentay dib loogu dayactiray bay haddana mar labaad qaaday
oo tii korkaba weynba oo macallo xibeel tagtay loo qadiimiyo ee rasmi horuha weel tagid banaaga soo dhigtay aan kan waxa uu waa MCH ki telefoonki iyo jingadi iyo solarki wixii weel tagtay weena baabisay ee wax de dib loo isticmaal karana ma noqdaan oo markii hore wada jingad ay meesh keenan marka isagu maadaama uu adeeg emergency uu bixinayo dadku ku xirnaayeen waxaan soo gudbinay inaan barandihii aan u dhigno shaltarro dadka loogu kala adeego si emergency-ga loogu qabto hooyada iyo barnaamij intimid qana umusha iyo wacyigelintooda loo bixiyo halkaas waxaan intaa ka soo duubaa maqan oo sawiranta degmada siila ka maqan MCAJ dhaqtarkii iskoolkii weynaa oo boardingka oo geeyay bay ka qaaday Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaas oo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo